اوكي. هذا المنتدى حقيقة، هذا المنتدى هو فرصة كبيرة للدولة المستضيفة أن تجمع هذه الخبرات من مختلف دول العالم، وتتيح لها فرصة اللقاء لعرض تجاربها وعرض أيضا الأفكار التي تستفيد منها مختلف الدول والمنظمات اللي موجودة، وهي فرصة حقيقة يجب أن تنتهز من أجل الحصول على هذا الرحيق من التجارب العلمية الرائدة في الدول العربية. وهذه اللقاءات المتاحة لكل الأطراف من منظمات، من أشخاص، من أصحاب تجارب، من باحثين في مختلف دول العالم لكي يجتمعوا مع بعض وحتى يكون هذا اللقاء. كيف تتمثل مشاركة اليكسبو في هذا المنطقة؟ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مشاركتها هي لحضور هذا اللقاء من أجل معرفة تجربة الآخر، ثم محاولة نقل هذه التجربة إلى دولنا العربية. هذا هو دور المنظمة، تحضر من أجل معرفة التجارب النموذجية في مختلف دول العالم وإمكانات نقلها للدول العربية. إذا نستفيد من الآخر بكل ما هو إيجابي ونترك كل ما هو سلبي. شكرا جزيلا.